السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم عبر قناتكم قناة المقهى الرياضي. هذه آخر إطلالة للدوري الإنجليزي عبر هذه القناة، لأنه بداية من الأسبوع المقبل راح تكون عندنا قناة أخرى خاصة بتغطية الدوري الإنجليزي وكبرى الأندية الأوروبية والمنافسة الكبيرة مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. إذا أحبتي، نلتقي اليوم لنتكلم عن مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، المباراة التي فاجأت الكثيرين، ممكن فقط الناس اللي تعرف بوتر، جراهام بوتر، المدرب يعني اللي قدم مستويات رائعه جدا اخر موسمين مع نادي برايتون. اذا احبتي، دون اطاله نعطيكم تشكيله الفريقين. اذا المدرب تين هاج دخل بالتشكيله التاليه: 4 2 3 1، والرسم التكتيكي تاعو المعروف عليه يعني منذ ان كان في اجاكس امستردام. اذا في حراسه المرمى ديخيا، في الدفاع الرباعي ماغواير مارتينيز، كذلك في الطرفين شاو ودالوت، في الوسط الثلاثي فريد ماكتوميناي وفرنانديز امامهم، في الهجوم الثنائي راشفورد وسانشو على الاطراف، وايريكسن كمهاجم وهمي ممكن، هذه اللي فاجانا بها يعني تنهاك. المباراه الوديه لعب بطريقه، لعب بمارسيال ولعب كذلك بايلانجا، ليلعب بمهاجم وهمي ايريكسن اللي ما لعبش ابدا في المباراه الوديه في هذا المركز. فيما يخص فريق برايتون، دخل بالرسم التكتيكي 3 4 3، وهو الرسم التكتيكي اللي يلعب به منذ يعني الموسم الماضي، رغم انه كان يعتمد على بيسوما وكذلك كوكوريلا كركيزتين اساسيتين وحجرتي اساس في هذه المنظومه، لكن رغم ذلك ورغم مغادرتهما بقى يعتمد على هذه الطريقه، بحيث دخل في حرس المرمى بسانشيز، في الدفاع فيلتمان دانك وكذلك اوبستار، في خط الوسط اليستر وسايسيدو، وعلى الطرفين تروسارد ومارش، في حين في الهجوم جروس وكذلك لالانا، وامامهم ويلباك كمهاجم صريح. اذا طريقه تنهاج هي واضحه جدا: بناء اللعب من الخلف بدايه من الحارس ديخيا الى المدافعين الى الاطراف، والصعود بتدرج نحو الهجوم والضغط العالي، وكذلك هذه المباراه تدخل بمهاجم وهمي، لكن باش تلعب بمهاجم وهمي لازم يكون عندك جناحين متحركين، وهذا الشيء اللي ما شفناهش اليوم من كل من راشفورد وكذلك سانشو. راح نتكلموا عن اخطاء يعني مانشستر يونايتد في المنظومه، لكن نتكلموا اولا عن فريق برايتون، الفريق اليوم اللي ابهرنا بطريقه 3 4 3. شفنا اللاعبين مارش وكذلك تروسارد هما اهم شيء في هذه المباراه، وهما يعني نقولوا انه القاعده تاع اللعب تاع فريق برايتون، وهما المركز الخطر ومصدر الخطر تاع برايتون طيله المباراه، فكل الكرات تقريبا جاءت من هذين اللاعبين مارش وكذلك تروسارد، خاصه بالهدف الاول اللي راح نحلوه بعد قليل. كذلك ويل باك اللي طلب كرات كثيره جدا خلف المدافعين، كان مهاجم متحرك، وكذلك لالانا وغروس اللي تحركوا كثيرا في الفراغ وفي المساحات، وشفنا انه غروس كيف استغل الفراغ في منطقه دفاع مانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل اول اهداف المباراه. مانشستر يونايتد اليوم عانى بشكل كبير جدا في بناء اللعب، لانه فريق برايتون يعني ركز عليه او طبق عليه ضغط كبير جدا في وسط الميدان وفي الامام، راح نشوفوه الان، مما ادى يعني بكرات ضائعه، بكرات طويله مشتته اللي ما شفناهاش على تنهاك في لما كان مع نادي اجاكس، وكذلك تسديدات من بعيد وانعدام الحلول تقريبا. نعطيكم بعض الحالات قبل ما نتكلم عن الهدف الاول، الضغط نتاع فريق برايتون كيفاش كان، نعطيكم ثلاث حالات لضغط فريق برايتون. اول حاله اعزائي المشاهدين نشوف هنا ضغط برايتون في منطقه مانشستر يونايتد، الضغط في الامام ضغط خانق جدا، لدرجه انه فريق برايتون يفكر في الحلول والكره ماهيش معاه. شوفوا مثلا مارش يدخل الى الوسط، يدخل للداخل باش يطلب الكره، نشوفوا اللاعب مارتينيز يضغط عليه اللاعب ويل باك كما راكم تشوفوا، في حين نشوفوا جروس راه وحده يمشي في منطقه الجزاء. تخيلوا لو استرجع الكره مارش اللي راه يضغط على اللاعب شاو، مباشره الكره تروح عند اللاعب جروس اللي راه وحده امام المرمى ويكون الهدف، لكن هنا كان خطا، وخطا لصالح مانشستر يونايتد، يعني فريق برايتون طبق ضغط امامي وعالي خانق جدا. الكره الثانيه دائما في الضغط، شاهدوا الان في وسط الميدان، الان الضغط في وسط الميدان، الكره الان عند برونو فرنانديز، والضغط بلاعبين على حامل الكره، شوفوا هنا الضغط بلاعبين على حامل الكره، في حين شوف المدافعين ثلاثه تاع برايتون كل واحد امامه لاعب يراقبه، حتى في وسط الميدان نشوفه بانه ماكتوميناي مراقب وفراد مراقب، وفي الطرف شاو مراقب في الاقصى اليسار، يعني شاو مكاش صعود الى الامام، خنق تام بمعنى الكلمه في وسط الميدان وكذلك في منطقه عمليات
برايتون، هنا نقولوا انه مانشستر يونايتد تقريبا كان عاجز عن خلق الحلول، وحتى لما يكون مانشستر يونايتد في الحاله الهجوميه نشوف الضغط دائما على حامل الكره لمانشستر يونايتد، نشوفه كيفاش يعود اللاعب جروس ويضغط على برونو فرنانديز حامل الكره، وكذلك تغطيه من لاعب برايتون، ونشوفه تقريبا تفوق عددي 1 2 3 4 لاعبين من برايتون في منطقه الجزاء مقابل لاعبين فقط من مانشستر يونايتد، او لاعب واحد فقط داخل منطقه الجزاء. وهنا نقول تقريبا مانشستر يونايتد يعاني، والضغط يعني محكم من فريق برايتون. نقول برافو لجراهام بوتر يعني اللي طبق الضغط العالي والضغط المنخفض والضغط في وسط الميدان بكل يعني نقول الضغط بكل انواعه، وخنق خنقا تاما فريق مانشستر يونايتد. هذا الضغط على حامل الكره يؤدي الى انعدام الحلول لفريق مانشستر يونايتد اعزائي المشاهدين، كما تشاهدون في هذه الحاله جبتكم اربع حالات لانعدام الحلول التامه لفريق مانشستر يونايتد، ما كانش قادر اصلا يصنع فرصه. مثلا هنا نشوفوا الكره مع سانشو يحاول يدخل الى العمق، نشوف مدافعين من برايتون يضغطوا على اللاعب، ونشوف الان لاعب من برايتون مع لاعب من مانشستر يونايتد، ما كان حتى حل، انعدام الحلول تماما. نشوف البرونو فرنانديز هنا تقدم مباشره الى سانشو باش يطلب الكره، لكن نشوف لاعب برايتون واقف معاه يعني ويعني ودير حسابه جيدا. حتى نشوف كذلك نشوف ويل باكمن راه واقف ينتظر هجمه مرتده باش تكون يعني التحول الهجومي السريع. هنا نقول ان التحول لفريق برايتون كان سريع جدا، كان محكم عكس مانشستر يونايتد، التحول كان بطيء وفي اغلب الاحيان ينتهي بكرات مشتته وهجمات فاشله. نشوف كذلك محاوله اخرى، الكره دائما من هناك تروح الى سانشو، شوفوا التمريره الان الى سانشو، اللاعب ماكتوميناي يمرر الى سانشو وهو يعني مضغوط من لاعب لبرايتون. هنا تقريبا يعني كل اللاعبين مضغوطين، ما كاش حلول، وبالتالي نشوفوا الان المهاجم اريكسن بين مدافعين والاظهره فارغه تماما، ما كاش الاظهره، صعود الاظهره كان منعدم، وكذلك نقولوا داروت وشاو في الحاله الهجوميه لم يتواجدان ابدا، وبالتالي تنهاك باش فقط باش يعني وبالتالي تنهاك باش طبق الضغط العالي، لازم على الاقل الاظهره تاعك يصعدوا، وهذا الشيء اللي ما شفناهش كثير في هذه المباراه. الحاله الثالثه في اقصى اليسار، دائما سانشو، الكره مع سانشو، وبالتالي نشوف بانه مضغوط عليه من مدافعين وما يستطيعش انه يرد الكره ويعكس الكره، وبالتالي نقول هنا شوفوا الضغط على حامل الكره، وكذلك انعدام الحلول لفريق مانشستر يونايتد. وكذلك شفنا أن اللعب كان كثيرا من جهه سانشو، لانه راشفورد كان يدخل في كثير من الاحيان الى منطقه الجزاء ويتحول الى مهاجم ثاني. كذلك نشوفوا اعزائي المشاهدين هنايا الكرات الطويله المشتته، لما ينعدم الحلول، لما تنعدم الحلول نشوفوا الان كرات طويله وتسديدات طويله لانه ما كانش حل، وبالتالي هنا اللاعب فرادي سدد تسديده فوق المرمى وتضيع هجمه، وهذه في الدقيقه 34 والفريق فائز بهدف او منهزم ب 1-0. تخيلوا ان الفريق منهزم وهو لا يمتلك اي حلول اعزائي المشاهدين. نروح الان الى مثلا فريق مانشستر يونايتد، رغم ذلك جات الفرصه، جات الفرصه نشوفوها الان وما عرفش كيفاش يتعامل معها، لان هنا نقول انه لازم يكون التركيز امام المرمى والتعامل مع الكرات في الحاله الهجوميه، لما ما تكونش في يومك لازم تكون عندك فعاليه نحو المرمى. شوفوا مثلا هذه الكره اللي جات لبرونو فرنانديز، لوك شاو يحكس كره لبرونو فرنانديز، نشوفوا سانشو هناك يعني كان وحده تقريبا امام شبك فارغه، لكن برونو فرنانديز بالسهم الاحمر. نروح الان نتكلموا عن الهدفين، الهدفين ومن بعد نرجعوا نتكلموا عن الكرات الطويله المشتته اللي قام بها مانشستر يونايتد في هذه المباراه. الهدف نتاع برايتون، برايتون هنا فيه فكر هجومي ومنظومه هجوميه ممتازه جدا، في حين نشوف اخطاء كارثيه في دفاع مانشستر يونايتد. الخطا الاول هو خروج ماغواير الخاطئ، تهور من ماغواير احتدنا عليه منذ العامين الماضيين. ماغواير لما حب يخرج يعني اعتقد انه تروسارد راح يعمل كره في العمق، لكن تروسارد باغت الجميع ومرر كره في الظهر كل من اللاعب داروت وكذلك ماغواير. ويلباك يجد نفسه تقريبا حر، مارتينيز يتقدم باش يغطي الفراغ اللي خلفه ماغواير بسبب التهور تاعه، ونشوفه في اقصى اليمين يعني شاو يدخل الى منطقه الجزاء باش يغطي مكان مارتينيز، ونشوفه في الجهه الاخرى جروس يعني وحده تماما. الان الكره لما كانت عند ويلباك عنده حلين اثنين، اما يمرر الكره للاعب لالانا واما يمررها لجروس. لما نشوفه في الكره الصوره الثانيه هذه، لالانا شاف بانه الكره سريعه نوعا ما، دخل معاه مدافع فريق مانشستر يونايتد شاو، وخلى المساحه كامله للاعب
جروس اللي يكون منفرد بالمرمى ويسجل الهدف، لذلك هنا نشوف اخطاء كبيره جدا. اولا طلب الكره من ويلباك بذكاء، ثانيا ذكاء تاع جروس اللي عكس الكره خلف ظهر شاو وكذلك ماغواير، وتهور خروج ماغواير ومارتينيز. نقول لانه الكثير شفته ينتقد مارتينيز، مارتينيز قام بالشيء المطلوب وهو تغطيه الفراغ اللي خلاه ماغواير، وشاو غطى القائم الثاني وكذلك لالانا، وبالتالي نقول الخطا اللي داره ماغواير هو سبب الفراغ اللي خلاه في منطقه الجزاء والتفوق العددي لفريق برايتون للكره. اذا نشوف كذلك اعزائي المشاهدين فيما يخص الهدف الثاني والاخطاء الدفاعيه المتواصله من نادي مانشستر يونايتد، نقول اخطاء كارثيه بدائيه لا تحصل في هذا المستوى. نشوف بدايه الهجمه بتاع الهدف الثاني، ونشوف ويل باك من هنا كان تقريبا مراقب بلاعبين اثنين على واحد، رغم ذلك تمكن من تسديد الكره، ويعني وديخيا الخطا الثاني اللي قام به هو انه يعني عكس الكره في منطقه الجزاء، ولكن يقول قانون كره القدم يا ديخيا الكره اما تحكسها للركنيه اما تحكسها بعيدا، هو حكسها عند اقدام اللاعب جروس دائما اللي كان يعني وجد نفسه منفرد مره اخرى بعد الهدف الاول. نشوف الان تقدم ولا واحد يعني وفراغات في مساحات مانشستر يونايتد وتغطية ضعيفة جدا، دائما نلقاه لاعب حر من أي رقابة، وبالتالي فريق مانشستر يونايتد يتمكن أو فريق برايتون يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. نشوف الآن تشتيت الكرات من مانشستر يونايتد بعد ما فريق برايتون ضغط على الفريق مانشستر يونايتد في كل مراكز اللعب في كل مناطق اللعب في الأمام في الخلف في الوسط. الآن مانشستر يونايتد شوفوا الكرات المشتتة هذه بعد أول دقيقة، نشوفوا كيفاش كرة مشتتة طويلة في المساحة الفارغة. نشوفوا الآن في الدقيقة 21 النتيجة ما زالت 0-0، فراد كرة طويلة إلى الفراغ يعني ما عندها حتى معنى. نشوفوا في الدقيقة 38 دائما فراد كرة طويلة إلى الفراغ وما كان حتى واحد يعني كرات هنا، تعرفوا بانه ما كاش حلول وكذلك ضغط محكم ووقوف جيد للاعبي يعني برايتون، وبالتالي مانشستر يونايتد تقريبا كان ضائع وما عنده حتى حلول. نشوفوا الكره هذه، شوفوا يا جماعه والله مارتينيز كره غير مفهومه تماما في يعني هذه كره راحت للتماس، تخيلوا انه هذه كره راحت للتماس، وبالتالي هنا الدقيقه 37 والفريق منهزم بهدف مقابل صفر ويقوم بهذه التشتيتات. اما هذه الفريق تخيلوا منهزم باثنان مقابل صفر. الدقيقه 41 كرة طويلة جدا من ماكتوميناي ناحية اللاعب سانشو مراقب بلاعبين، شوفوا المساحات ولا لاعب من مانشستر يونايتد في منطقة جزاء برايتون، فقط ثلاث لاعبين في الخلف يجروا معاهم ثلاث لاعبين من برايتون ولاعب واحد من مانشستر يونايتد يراقبوه لاعبين من برايتون، وبالتالي هنا كيفاش مانشستر يونايتد كان حاب يسجل، وبالتالي يقولوا انه منظومة هجومية ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا. إذا أعزائي المشاهدين راكم شفتوا أخطاء كارثية 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 بكل ما تحمله الكلمة من معنى قام بها اليوم فريق مانشستر يونايتد في الهجوم وفي الدفاع وفي الوسط، تفكك للخطوط، تباعد للخطوط، مساحات شاغرة، انعدام حلول، كرة طويلة مشتتة، رقابة منعدمة. الآن نقول أن تنهاج يحتاج العمل الكبير، نعم هي بداية موسم لكن يا تنهاج بداية غير مبشرة تماما، والسؤال يبقى مطروح مانشستر يونايتد إلى أين؟ وأهم شيء يا تنهاج باش تطبق المنظومه تاعك لازم لك ادوات، والادوات هم اللاعبين. هل لاعبي مانشستر يونايتد خاصه رباعي الدفاع يصلحون لتطبيق البناء من الخلف؟ ماغواير، مارتينيز، روكشاو وداروت. داروت ممكن، مارتينيز ممكن، لكن روكشاو واللاعب ماغواير فيه علامه استفهام او الف علامه استفهام. اذا اعزائي المشاهدين ان شاء الله تنهاج يلقى الحلول باش يعني تكون هناك منافسه كبيره جدا في الدوري الانجليزي. نلتقي بكم في قادم المواعيد في مباراة أخرى من الدوري الإنجليزي. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.